السادة، وصلت طائرة الطيران العربية المتحدة رقم 792 القادمة من نيويورك. ساعة وصلت. يا غالي عباس، انت لسه بتاكل جزر؟ المدرب بتاعي قال لي كده. فاكر اقدم لك الوفد الرسمي للتلفزيون الصحفي ومعي اخي كده مدير العلاقات العامه بالتلفزيون. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، ميرسي. اتفضلوا. سيداتي، أنساتي، سادتي، التلفزيون العربي بيحتفل النهاردة بعودة نجمة من نجوم الإخراج السينمائي في الجمهورية العربية المتحدة، بل وفي الشرق الأوسط جميعه، وزالت بعد غيبة عدة سنوات قضتها في الدراسة والبحث لتطوير السينما العربية والنهوض بالفيلم العربي إلى مستوى الأفلام العالمية. وقد تتلمذت على يد مخرج الأفلام البوليسية المشهور، ألا وهو ألفريد هيتشكوك. الآنسة هاتن. أهلا وسهلا يا آنسة فاتن،
و الحمد لله على السلامة. ثانك يو، ميرسي بوكو، على فوتر. ميرسي. ممكن والله تدينا فكرة عن دراستك في نيويورك؟ نيويورك ايه يا جاهل انت؟ دي كانت بتدرس في كاليفورنيا، يونايتد ستيتس اوف امريكا. يا اخرى سد. لا هو أنا كانت دراستي عن الأفلام النفسية البوليسية، يعني بتحل مشاكل معقدة مركبة. conception يعني غيرة. تحب امثل لك مشهد جنان في جنان؟ لا لا انا في عرضك. اها يعني تقدر تقول دراسه كامله عن الجريمه بكل اشكالها والوانها. الجريمة ليها أشكال وألوان؟ شفت طبعاً. ممكن تديله فكرة يا فتى؟ عندك مثلاً الجريمة العاطفية، الجريمة المرحة، الجريمة الغامضة، الجريمة السيكولوجية، الجريمة الشرعية. شرعية؟ أوف كورس طبعاً. في الجريمة الحمراء، في الجريمة الخضراء، في الجريمة الصفراء، في الجريمة البيضاء. جريمة حمراء وجريمة بيضاء وجريمة بمبة. بمبة مسخسخ. يا سلام، رائع، عظيم جدا، عظيم. لكن من فضلك ازاي نقدر نفرق بين الوان الجرائم دي وبعضها؟ سؤال وجيه. عندك مثلا الجريمة الغامضة، بيبقى القاتل واقع تحت تأثير عوامل نفسية خفية. وعندك مثلا الجريمة العاطفية اللي نتج عن حب جارف، زي الست اللي اكلت دراع جوزها من كتر حبها فيه. ست اكلت دراع جوزها؟ ازاي الحكايه؟ عارف القطط من خوفهم على اولادهم بياكلوهم. انا زمان كان عندي قطه قد كده، فطرت ببابتها وتعايشت بباباها. اخلص انت، اخلص انت. ها خلاص حالا يا شويش، اصل برسم لك صورتك. خلاص يا شويش حالا، اصل صورتك صعبه قوي. سيداتي انساتي سادتي، نشكر الى انسه فاتن زهدي على هذا اللقاء الجارح القاسي المؤلم. يا ست حرام عليك، حمود هتخنق. والى لقاء قريب في حلقه اخرى. لقاء الى عدم لقاء في حلقه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقالك ساعه عمال تقول لي حالا حالا هتنزل. تنزل؟ هي دي اللي هتنزل؟ وريني كده عملت. اوعى تتحرك لحسن الصوره تطلع مهزوزه. قطعه طويله قوي، مش من زيت يا بني ادم. خلاص ما فاضلش غير الشنب وبس. شنب؟ هاي ايوه. خلاص نزلت. نزلت؟ يا انسه من فضلك يا انسه. تعالى هنا يا فندم. يا انسه يا انسه. يا خساره، هو ده الوش اللي كان يترسم بصحيح. الله. وش مالك؟ مات الأوضة اللي جوه كويسة يا خالي، بس يا ترى هتساع؟ تسع قوي يا بنتي، دي كانت العيادة القديمة بتاعتي. أصل أنا جايبة حاجات كتير جدا من أمريكا، عايزة أعمل استوديو مثالي، خوف رعب سسبنس. وأنا همثل طبعا. أيوة هتمثل دور الفتى الأحول. عباس أنت بتعرف تمثل؟ طبعا أعرف أمثل. طب أقعد اضحك. اضحك، لو بتعرفش تضحك. اضحك على ايه؟ على خيبتك. بقول لك اضحك. بس عيط. عيط؟ عيط.
اللي ده خدينا يا سيدي. اداني ايه؟ انت عارف ده كيف؟ داخل كده بالدندن وفرحان، لا سلام ولا كلام، زي اللي ورث جزم. جزم مين يا عبيط يهبل؟ ده انا النهارده ورثت عزبه، ورثت ابعاديه. اللي بقى يا ابني ده الدندعه ايه جنني؟ مش تقول لي ورثت ايه؟ لقيتها، لقيتها يا منعي. هي مين؟ الملهمة. ملهمة؟ اه. وصفها لي حمدي شكلها ايه؟ اه عليها شكل يا منعم يجنن يهبل. عليها رموش عينين زي الرفار. يا روحي. عينيها عاملين زي عينين البقرة اللي ما دخلتش دنيا. يا سيدي. بقها شروع في ابتسامة. يا حبيبي. ولا مشيتها؟ هي بتمشي؟ طبعا بتمشي، في واحدة ما بتمشيش. مشيتها ازاي؟ كلها دلع كده اهو. يا حبيبي عامله زي مشية المعزة الزرايب. زرايبي. حبيبي يا حبيبي، ده اذا كذبة ما وصفتها لي كده دي تبقى ايه؟ نسناس. يا ابني دي تعبيرات فنية بليغة، لسه بدري عليك لما تفهمها. اوعى ايدك، لازم تحب الجمال حتى ولو كان في الحمير. يا سلام. طبعا. المهم سيبك من الكلام ده. كلمتها؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ وعامل لي الزوباعة دي كلها ولا ليه؟ اللي يشوفك يا استاذ يقول انت خدت معاد. يا منعم محدش فاهمني. وحد فاهمك غيري؟ هو انت فالحلي بس طول عمرك غير في اللي بحبه ده دلعه يجنن واقف. مش الاكتران دول نرسمهم على علب لبن الاطفال؟ ارسم انت ساكت، الشركه عاوزه كده. نرسم تران، خرفان، معيز، ناموسه، كله كويس. ناموسه؟ نرسم ناموسه على علب لبن الاطفال؟ يا اخي خوم لك عينك. لازية. انا هاوي، انا عضل، انا بتاع لبن الاطفال. انت بترديش لي؟ اقول لي ايه؟ شكرا شكرا شكرا. يلا بينا. نرسم بالزيت هنرسم بالسمن البلدي. انا متصوره ان بعد المدرسه التاثيريه مفيش فن تشكيلي. غلط. انا بقول الرومانسيه بشرط انها تتمشى مع الانماط الفكريه، لان الترباس دايما بيتنافر مع الكباس، وانا بقول ان يجب ان في ذلك على تلك ولكننا السلام عليكم ورحمه الله. وانتوا السرياليه ولا دي كوخه مش فن؟ انا رايي ان الفن التعبيري هو افضل واحد منهم، مش كده ولا ايه يا حمدي؟ انا رايي ان الفن هو الفن، التعبير الكويس الجيد هو اللي هيوصل للناس، انما مش ده المهم. يوهو افلقنا يا اخويا بنظرياتك. المهم الفنان يعيش لفنه. مش مهم انه ياكل، المهم انه يتامل كويس ويهضم كويس. حضن ايه يا حسن؟ لبن الاطفال. انتوا مش عايزين تسمعوا؟ الاول على المعرض بتاعنا، وكل واحد منا هيقدم كام لوحه. مش نفهم من الاول هنعرض فين؟ والله ما انتوا فاهمين حاجه. وعيد خيالك.
تجيني قبل الظهر على النادي يا حسين. خلصني يا ابني ابوس جزمتك. يا محسنين يا رب عليكم. الله يسترها معاك يا رب. الله يسترها معاك. الله انت منهم. ابوس ايدك تبت. ابوس ايدك تبت. تبت انت هايل. هدي يلا يلا. ستر يا رب. مش تفتح يا جدع انت. اقلة الزوج دي. الله يسامحك يا ست هانم. انا متأسفة. متأسفة قوي. بالعكس يا فندم. انا اللي متأسف. مش عارف ايه اللي زحلقني. معلش معلش قوم. دي قشرة موز. حاسس بحاجة؟ لا ابدا متشكر. انا اسفة. المترو كان حصل خير. انت احسن؟ الحمد لله. تعال يا استاذ. يا استاذ يا استاذ. احنا بروكسي دلوقتي. تعرف تروح لوحدك؟ لا لازم حد يوصلني. انا ساكن في عمارة زهراء اللي هنا. انا هوصلك. شكرا. أنا حوصلك للأسانسير. شكرا. الله هو الأستاذ حمدي تعبى ولا إيه؟ الأسانسير وصل. اتفضل أنت بقى. هعرف اطلع لوحدي. اصل البواب اللي كان بيطلعني مسكين مات النهارده الصبح. معلش اتفضل انا هطلعك. مين؟ كوكو. قصدك شكوكو. عن اذنك. طب شكرا. اي دي شقتي عجبتك؟ جدا. طبعا واحد في حالتي ما يطمعش في رد الجميل ولو بفنجان قهوه. بس معلش عندك حق. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. خلي الباب مفتوح عشان تطمني.
وانا هعمل لك فنجان قهوه. اسمعي انتي عشان اعرف الست. لابسه خاتم تبقى مخطوبه، لازم مخطوبه للتلحب تعلم الاطفال. خلاص نتفت؟ لا لسه شويه متهيألي كده. انت شخصيه لطيفه خالص. الله يخليك. انت اسمك ايه؟ حمدي زهدي. طب وبيدلعوك يقولوا لك ايه؟ ما بيدلعونيش. ليه؟ لازم يبقى لك اسم دلع. الا لا انا ماليش. انا هدلعك واقول لك يا تيتا. تيتا. انت بتشتغل ايه؟ انا كنت قبل الحكايه دي فنان تشكيلي برسم. وحضرتك مين؟ انا فاتن عزت، مخرجه في التلفزيون. برافو. مخرجه افلام حب؟ لا رعب. اوه انا تلميذه هيتشكوك. هيتشكوك. الله، هو حضرتك تعرفه؟ سمعت عنه. انا كنت فاكراك تعرفه. انما ايه الصور دي كلها؟ دي لوحات اكسبرسيونيزم، صور من المستويات اللاشعوريه للعقل اللاوعي. انما انت كده من امتى؟ يعني من شويه. وده سببه ايه؟ هو ملوش سبب، ده عمى حيسي. حيسي؟ حيسي يعني ايه؟ هو اسمه كده يا مدام. انا مش مدام، انا مخطوبه بس. لمين؟ لعباس. خي؟ نعم. مبروك. جزر، لبن، بوكس. إلا قولي، أنت بتفهم في الديكور؟ ساعات. طب أنا عندي مشكلة. مع عباس؟ لا، مع الحلقات. هو سيادتك مخطوبة لعباس ولا الحلقات؟ اسمع يا تيتا، أنا بعمل حلقات في التلفزيون، بس الديكور صعب قوي ومحدش عارف ينفذه. عبارة عن ايه؟ عبارة يا سيدي عن مغارة جوه الجبل و...
وبتتحرك. اسمحي لي افكر شوية. يا ريت. عايزة تفكير عميق. تفكير عميق. مغارة جوا الجبل وبتتحرك. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ اعذريني يا انسة، الجنون فنون، ما بعرفش افكر الا كده. بس دي طريقة غريبة قوي للتفكير. وراسة. اصل ابويا الله يرحمه كان فنان راخر، وطول عمري كنت اشوفه هو بيفكر يحط راسه على رجل امي. خدتها منه. طب اتفضل فكر. ايه. بس بسرعة يعني. عرف. خلاص فكرت. بس لقيتها. نبني المغارة فوق زحلفة كبيرة ونمشي الزحلفة. هتبان المغارة كأنها بتمشي. زحلفة؟ طب ونجيب منين الزحلفة؟ نأجرها من جنس حيوانات. فكرة مدهشة. برافو يا تيتا، برافو. أنا تحت أمرك. أنا لازم أكلم خالي بخصوصك. خالك مين؟ مدير جنينة الحيوانات؟ لا، الدكتور شعبان، أشهر طبيب عيون. عيون؟ متهيألي مش وقته. أنا نفسي أترك موضوع ما اتعملش قبل كده. موضوع لجريمة جديدة، جريمة مودرن. فعلا احنا محتاجين ان احنا نطرق مواضيع جديدة زي دي. مش كده والنبي؟ طبعا، وعشان كده اسمحيلي افكر تاني. بس من غير ما تنام. انا قلبي عليك، انا عايز التفكير يطلع تفكير مظبوط. طب نام فكر. خلاص فكرت؟ بس لقيتها. هي ايه؟ قصة جريمة بطلها مجرم أعمى. ترارارا. برافو، أنت لازم تفتح. ليه؟ كفلنا الشر. عشان تألف يا أستاذ. لا، أنا برسم بس. لا، ده أنت لازم تألف وتعمل الديكور وتساعدني في الإخراج وتمثل كمان. الله يكبر بخاطرك، ربنا يكفيكي شر العيا. أنا بقولك إن عمايا حيسي. حيسي ولا مش حيسي، أنا لازم أكلم خاله. ما بلاش حكاية خاله دي. من حق قوليلي. انتي شكلك ايه؟ اسمحيلي. شكلي مش هنا. متاسف. حلوه بقى ولا وحشه؟ دي ايه دي، حسنه؟ انت مجامل زياده عن اللزوم. ابدا والله العظيم، ان شاء الله امتص في نظري. ده انت جميله جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، انسه فاتن، انسه فاتن يا مدموزيل. مدموزيل، مدموزيل أنسة، يا أنسة. ايه ده؟ ايه ده حمدي؟ في ايه؟ مين متولي؟ متولي؟ نعم يا حمدي، منعم. منعم، عرفتك من صوتك يا منعم. اقدم لك الاستاذة فاتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وحياة عينيك، خلي بالك منه وما تخليهوش يعمل قهوة لوحده ابدا. قهوة؟ قهوة ايه؟ عن اذنك. قهوة، قهوة. قهوة، قهوة. عميت من امتى؟ من شوية. يعني انت دلوقتي مش شايفني؟ مش شايفك ايه يا كروديا؟ دي حركة عملتها عشان اجرجرها هنا. يا مين؟ الملهمة. هي دي ال هي دي ال ايه رأيك؟ مش اجمل موديل اللي شفتها في حياتك؟ ما اخافش عليك انا. الله، انا بتاع الموديلات. حبيبي تيت تيت. انا نارا 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 تيت. حمدي قولي هترسمها ازاي ونتعمل؟ انا هروح جايب البوحة. تاكسي. اللي بحبه بدلعه جاي. اللي بحب ده لا. سيدي سيدي، ايه ده؟ لكن قول لي صحيح بقى، عشان الشاي عجبك تبقى تحط نفسك في المطب ده؟ اعمل ايه؟ اللي جه في دماغي ساعتها. وهتفضل تنصب عليا كده لحد امتى؟ لحد ما اخلص الصوره. بس اوعى تنسيها لحد. انا؟ يا سلام. تعرف يا حمدي ان انا وشي احلى منها. بس دقق فيه كده. اللي بحبه ده دلعني جاي.
هي فين المخرجه بتاعتكم دي؟ ممكن سياده المخرجه تقول لي كانت فين عشان اطلتي على ساعتين استناها؟ ومالك متنرفز كده ليه؟ كنت بوصل واحد فاقد النظر. ايه؟ كنت بتوصلي واحد فاقد النظر؟ اعمى؟ اسمعوا يا ناس، اسمعي يا مدام، المخرجه بتاعتك بتقول ايه؟ ده انا عباس. يا سلام، عمل انسان يا اخي، فيها ايه لما وصل واحد اعمى؟ والاعمى ده وصلتيه فين؟ ها؟ فين؟ وصلته لحد الاتوليه بتاعه، اصله رسام، فهمت؟ اه، هو في الدنيا رسام اعمى وعنده اتوليه كمان؟ هو صحيح ولا ايه؟ جرى ايه يا اولاد؟ مالكم بتتخانقوا زي القطط كده ليه؟ انا عارفه، عمال يحقق معايا، على العموم انا مش محتاجه لحد يكون واسع عليا. وانا كمان ما يعجبنيش الحال المايل ده. يرضيك يا خالي انها تسيبني انا عباس وتمشي مع واحد اعمى؟ بس بقى يا ولد اسكت، قصر لسانك اللي زي الكرباج ده. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، ده اصله جحش بودان طويله. انا جحش؟ اللي قول لي يا خالي، هو الحيسي بيفتح؟ حيسي؟ اه، العمل حيسي بيفتح؟ ده سؤال تسالي عليه هيتشو بتاعك. اسمع بقى لما اقول لك، انا مش جحش، انت فاهم؟ لو ما كنتش خالي. لا لا لا، سيبك من ده خالص. تعرف انا عاوزاك تعمل لي ايه؟ ايه؟ قصة بوليسية اجرامية، بطلها مجرم اعمى. بطل مجرم اعمى. طيب طيب، حاضر حاضر. سيادتك متأكدة ان البطل مجرم اعمى؟ ايوة، انا عايزة البطل مجرم اعمى. افهم افهم افهم، لما البطل يكون اعمى بقيه الممثلين هيكونوا ايه؟ مكفتحين. سيادتك عايزه تعملي تمثيليه عن العجزه؟ انت مش فاهمني خالص. خلاص خلاص خلاص، بطل اعمى تمثيليه بطلها مجرم اعمى. صعب صعب، مجرم اعمى، مجرم اعمى. با 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 با. واعمى صعب ازاي 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 صعب، مجرم اعمى. با 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 با. ازاي ازاي ازاي. هنا بقى الطبلية الى العدل، تكرم النشا سهلت الشغل تمام. طب ليه ايه يا استاذ؟ الغي الكلام ده خالص. يعني انت ليلى؟ يا ليلى. افندم يا استاذ، الزحلفه وصلت؟ ايوه وصلت. تحب اجيبها هنا؟ لا، انا هنزل اشوف الاستوديو والممثلين وكله جاهز. اوامر ثانيه؟ طب انزلي وانا هحصلك. حاضر يا استاذ. شوفي بقى. ايوه استاذه فاتن، انا خلاص لقيت الفكره. مدهشة، ايه القوه الخارقه دي؟ ايه الذكاء ده؟ يا سلام، هينا هينا هينا. اهو انت دلوقتي بس ابتديت تفهمني، الظاهر انك هتبقى عبقري. ايوه ايوه، نبدا الفيلم. ها؟ مزيكا. ها؟ تترات. ها؟ اسماء. احداث. دراما دراما. وتنزل النهايه والبطل الاعمى ما يظهرش. تعال هنا، ستاره سودا والمشنقه. ايوه، عاليمين شويه. وكاميرات هتجيبهم؟ عملت تيست مظبوط. الغي ونفس. بقى المجرم الاعمى مش هيظهر. خد. عييني استاذه فاتن، استاذه فاتن، استاذه فاتن. انا بقول ما تقولش حاجه، روح الف زي ما قلت لك وتعالى نتفاهم. انا ما قلتش كده يا علي، الاوردر الساعه 6 بعد الظهر، والممثلين يكونوا قبل البروفه. مجرم اعمى، مجرم اعمى. استاذه فاتن، عايز ايه انت كمان؟ استاذه فاتن، ما يصح كده، المكير يسيبني بنص دقن علشان البطله وصلت؟ ما ده اسمه كلام يعني؟
يسيبك بنص دقن، يسيبك بنص شنب، يسيبك بنص لسان. دي البطلة، فاهم يعني ايه البطلة؟ انت لسه واقف؟ روح خد مقاسات ظهر الزحلفة. الزحلفة؟ مش معقول. الديكور في استوديو 2 جاهز يا استاذة، وشريط الفيديو تيب جاهز. دوامة ثانية؟ حبال المشنقة جاهزين؟ ايوه، وقستهم يا استاذة. الآنسة فاتن مصممة ان البطل يكون أعمى من حقها، وانا مصمم انه يكون مفتح من حقي طبعا. اعمى ولا مفتح؟ اعمى ولا مفتح؟ اعمى ولا مفتح؟ اعمى ولا مفتح؟ انزلي وخليكي معاهم. استاذة فاتن، استاذة فاتن، استاذة فاتن. اشيل الانسي واسعل. افهم بس يا فندم، افهم. عاوزني اعلمك التأليف. لا مش داخل. امال ايه؟ البطل يكون اعمى مش داخل. ازاي؟ ازاي بس؟ ايوه يا فندم، بس يعني احب اعلمك تألف. نعم سيادتك مؤلف. امال ايه بس؟ انا عاوز افهم. افهم انا المؤلف ولا انت؟ تعالى 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 تعالى. ايوه ايه دي؟ جزره ثانيه. اتفضل يا فندم خليها معاك. ايوه افهم بقى، انت المؤلف ولا انا؟ انت بتدخل ليه؟ عيب يا حضرة، احترم نفسك، ما تدخلش في غيرك. ايه ده؟ هتسافر هتسافر. ايوه ايوه. ياني يا ابو جزرة، يا ابو جزرة، يا ابو جزرة، سيبني سيبني. استاذة فاتن، استاذة فاتن، عيب كده عيب. طب بس صبرك عليا. يلا بينا. على فين؟ نروح ماتش ملاكمة. انا ما بروحش ماتشات ملاكمة. طب ايه رأيك نروح فيلم الطرزان؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. بس مش ناقص غير لوحات حمدي، هو ما جاش لي لغايه دلوقتي. انا بعت منعم يصحيه. ياه، ان ما لحقش بقى يبقى ذنبه على جنبه. هو انت دايما رابكنا كده؟ ايه اللي مخرج؟ ايه؟ هات. اوعى حاجه. عنك يا حمدي لوحدي. اسكتي يا سامية، مش اختي تقدم لها مليونير عربي؟ هي وقبلته؟ ابدا رفضته. خيبانة، اديني نمر تليفوني. انا دايما بحاول اتجنب المعالم الثابتة في قوانين الطبيعة عشان اعبر عن عالمنا احنا. طب ورايك ايه في الفن التجريدي؟ الفن التجريدي ولا غير تجريدي لازم يكون له منفعه للانسان، والا ما يبقاش فن. ايه ده؟ ايه اللي جاب المصيبه دي هنا؟ عارف كانت غلط. الله يخرب بيتك. اللي بحبه ده دلعه يجنن، اللي بحبه ده دلعه يجنن. حمدي حمدي، اللجنة وصلت. اترسم اترسم. الله، دول خواجات، هنتفاهم وياهم ازاي؟ هدى عليك بيهم. Je crois que ça vous plaît ici, n'est-ce pas? Oh, il me semble, madame. C'est très beau. Je vois beaucoup de belles choses. Oui, n'est-ce pas? Oui, certainement. Vous êtes française? Non, non, c'est d'ici, moi. Oui, ça me plaît. Ah, vous avez de nombreux exposants. Oui. C'est très joli ici. J'admire les cœurs. C'est très bien organisé. Bien organisé. Vraiment, il y a de beaux artistes. Vous savez, je ne m'attendais pas à voir ça. Oui. Et oui, très joli. Très beau. Voilà, là-bas, encore celui-là. Et là-bas, regardez ce qui vient. Oui, magnifique.
ولا ان جولي فام تبدا تبدا فام لا تفضل تفضل مدام تري جولي مي 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 Herr Hamdi ist nämlich Ausdrucksmaler und sucht die Schönheit unserer Frauen aufzunehmen und darzustellen. Die Frau ist sehr hübsch, wunderbar, schön, mein Dick. بيقولوا ايه يا له؟ ما تفضحناش مع الاجانب. اش. لا دي جت غلط. منعم قول لهم انها جت غلط. غلط غلط يا حاجة. مستر جولي فريمان جولي. جولي؟ بقول جت غلط. Wunderbar, das ist eine richtig. Das ist fantastisch. Fantastisch. Sehr schön, schöne Farben. Sehr schöne Farben. Schwierige Arbeit. Das ist ein richtig. Sehr gut, ja, das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Sehr gut. كويس كده يا سمنعم. قول لهم بقى انها بره المسابقة. Das ist Ausdruck. Das ist Plastik. Das ist Kunst. بيقول ايه؟ بيقول بيقول ان دي احسن لوحة تعبيرية فيها مشاعر واحاسيس. احاسيس ومشاعر. Das hier ist das schönste Bild. مبروك يا حمد مبروك. اختاروا اللوحة اختاروها اختاروها. هتسافر اوروبا. برافو gratuliere برافو. شرف امك دي جت غلط. اهرام اكبر جمهوريه اهرام اكبر جمهوريه الجائزه الاولى في الرسم الرسام اللي خد الجائزه الاولى في الرسم اهرام اكبر اهرام اكبر. ايه رايك يا فاتن؟ في ايه يا خالد؟ عباس مستعجل وعايز يقدم الشبكه. الله ايه ده؟ يا قلبي في ايه؟ حمدي حمدي الرسام اللي كلمتك عنه. ماله؟ اللوحه بتاعته فازت بالجايزه. بص كده اسمع. فازت امس لوحه الفنان المصري حمدي زهدي بالجائزه العالميه للنقاد الدوليه وينتظر سفر اللوحه الى اوروبا وروسيا وامريكا لعرضها على الملايين. رسام كفيف وخد الجائزه العالميه. والله برافو عليه. والله يستاهل كل خير. انا هروح اكلمه اهنيه في التليفون. يا فاتن. يا ستي اشكرك. الله مالك انت مش فرحان ليه؟ زي ما تكون متوقع النتيجه. فعلا انا كنت متوقعها بس مش على الصوره دي. انا كان نفسي صورتك هي اللي تاخد الجائزه الاولى. صورتي؟ انت رسمت لي صوره؟ ها؟ اه صورتك اللي رسمتها لك خيالي. مين انا؟ متسلطح بسمع شوية موسيقى. بقول ايه؟ ما تيجي شوية عشان نفسي اشرب فنجان قهوة من ايدك الحلوة. لا وفي حاجة كمان، انت ما تنسيش حاجة عندي؟ مش فاكرة. الاشارة بتاعك. يا خبر هو عندك؟ انا افتكرت وقع في الشارع. لا منعم لقاه بعد ما مشيت. طب هاته واستناني قدام العمارة وانا هفوت عليك بالعربية. ماشي؟ أوي. مع السلامة. تعال حمدك. منعم هذا منعم هيقابلنا هنا بعد ما يخلص تمرين. انت روتها بطريقه لطيفه قوي. هو عباس بيه هيجي امتى؟ هي كبرت كده ليه؟ كلنا بنكبر. مش معقول يا حمدي. هو ايه اللي مش معقول؟ الشرطه ب 3 جنيه تحط لي معاه ازازه برفان ب 10 جنيه
والله بقى كل واحد بيعمل بأصله. أنا مش عارف أشكرك إزاي. ما تشكرنيش أنا، اشكري الإشارب. هاي إيه ده؟ بدفع الظهر؟ أنا خلصت تمرين النهاردة، المدرب قال لي كده. الأستاذ حمدي الرسام اللي أخذ الجايزة العالمية في الرسم، عباس ابن خالتي. أهلا وسهلا. سيادتك جامد قوي. الأستاذ عباس من أبطال الملاكمة في الجمهورية، وتلميذ محمد علي كلاي. يا سلام، ربنا يديله الصحة. أنا رايح أغير وراجع حالا. خد راحتك، ما تستعجلش. إنما إحنا ما تقابلناش قبل كده. لا أبدا لا. إيه رأيك فيه؟ ابن حلال. أصله ابن خالتي. ربنا يحرسه. مش نروح بقى؟ لسه بدري، ولا زهقت مني اوام؟ هو معقول ازهق من روحي؟ ده انت بقيتي كل حاجه ليا في الدنيا، ده انت عينيا اللي بشوف بيها.
عايزك في مسألتين. ثلاثة وأربعة وخمسة. أنا كنت عايز أشوف اللوحة اللي أخدت عليها الجايزة. أنا متأسف، دي لسه هناك في المعرض. أنا مؤمنة إنك عبقري. وأنا مؤمن إنك أجمل وأرق مخرجة رعب في العالم. يبقى أحس كده لازم تثق فيا. عمياني. أنا عايز أعرف إيه سبب المباشر اللي حصل لك ده. قصدك عناية يعني؟ أيوه. هو في الحقيقة السبب العمى مش طبي. أمال إيه؟ أوعى تقول لي حيتي. لا. طب مش هقول لك. كده؟ طيب. أنت قمت من جنبي ليه؟ وأنا مش هقعد لما تقول لي. وأنا مش هقول لك إلا لما تقعد. قعدت. قول. طب إديني إيدك وأنا أقول. ها؟ قول. ما تخلينا كده أحسن وبلاش أقول. يبقى همشي خالص. لا 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 لا. خليكي قاعدة. أنا هقول. أنا سمعت اتفضل. المسألة أصلها عمل. عمل؟ عمل يعني إيه؟ يعني كتر الشغل أثر على عينيك. يبقى سبب طبي. لا. عمل تاني. أنا مش فاهمة حاجة خالص. هقول لك. أصل أنا ليا أعداء كتير. أعداء؟ أعداء خدوا قطر مني. يعني إيه قطر؟ يعني خدوا من بنطلوني قصقوصة وحطوا معاها رجل غراب ألماني وشعرة من دقن خنزير وبرغوت يتيم. يتيم؟ يا حرام. ولفوهم كلهم في ورقة وكتبوا عليهم كلام سحر ودفنوهم عند الهرم المتوسط. عارفاه، هرم خوفو. خوفو المتوسط؟ انت ضعيفة جدا في التاريخ يا أنسة. من قرع؟ الله، انت قمت من جنبي ليه؟ أصلي بفكر. طب مش تقوليلي بتفكري في ايه عشان افكر معاكي؟ بفكر ازاي تفتح. ها بسيطة. ها. واحد يروح يفحت تحت الهرم ويطلع الورقة ويحرقها افتح على طول. كده؟ طب سيبني انا بقى الموضوع ده. ايه طب مش تقوليلي هتعملي ايه؟ انت حليت لي مشكلة صعبة وانا ان شاء الله هحل لك مشكلتك. كاميرات جاهزة؟ اتفضلوا. دور. وايه رايك في اللوحه اللي خدت الجايزه؟ رايي بصراحه بقى زفت وقطران. يعني رسوماتك احسن؟ بكتير طبعا. امال ايه الحكمه؟ قدر اعمى يا استاذ. شكرا يا انسه هدى. ستوب يا استاذ. لا استنى 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 يا استاذ يا استاذ، انا لازم ادافع عن فني، عن وجهة نظر يا استاذ. في الاستوديو بقى ان شاء الله. وليه مش هنا؟ احنا رتبنا لك برنامج اسبوعي هتتكلم فيه عن الفن التشكيلي. برنامج دائم يعني؟ دورة كاملة وحنسجل بكرة اول حلقة. يا استاذ يا استاذ، بفلوس؟ طبعا 40 جنيه في الحلقة. 40 جنيه 40 جنيه 40 جنيه. هشتري شيفورليه 70 بامبا بيضة. لا وانت مش عايز حاجة يا منعم؟ فيسبا كابورليه. هجيب لك فيسبا كابورليه. وانت عايز ايه؟ عايز احلق. خليك تحلق. وانت هجيب لكم فساتين. فساتين من عند شيكولين. ناكل ناكل. هتاكل. هي الفراخ طلعت؟ طلعت يا حبيبي. ولا 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 واللي بحبه ده 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 ايه ده؟ ايوه ايوه يا اخا. فاتن هتشوف البرنامج في التلفزيون وهتكشفه. فاتن؟ العمل قال العمل قال هو فين العمل ده يا ناس؟
العمل قال تحت هرم منقرع. أما شوف الست هانم. اسمح لي أشكرك مرة تانية يا أستاذ حمدي على مشاركتك في البرنامج. الأعمى بقى مفتح يا ابن الايه. وأهنيك على الجايزة. شكرا يا سيدي، وإن شاء الله هتقبضونا إمتى؟ حالا حالا. أهلا أستاذ عباس. أنت مين؟ يا فين فين؟ ما شفتيش واحد افندي لابس لابس ايه؟ لابس جاكيت وجزمه برباط وبنطلون. لا مفيش حد دخل ببنطلون، كل ده بشوب. اسمك ايه؟ العربي يسعده أن يقدم لكم مواطننا المصري وبطل العالم في المصارعة اليابانية الأستاذ أبو ركبة. والأستاذ أبو ركبة طبعا مش عايز تعريف أو تقديم، لأن كلنا نعرف أن الأستاذ أبو ركبة حائز على بطولة العالم في المصارعة اليابانية من أوروبا واليابان. ودلوقتي الاستاذ ابو ركبه يقدر يدينا فكره عن المصارعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي بيحصل؟ استوب استوب، مين اللي عمل كده؟ استوب، وقف الافتاء.
لو سبنا الموضوع كرة القدم وانتقلنا إلى موضوع آخر هو كرة القدم برضو، هنلاقي إن جريدة الأهرام بتقول إن حراسة المرمى مشكلة في الفريق القومي لكرة القدم، تجربة للفريق أمس بدون اللاعبين المرشحين للفريق. وبهذا سيداتي أسادتي ننتهي من موضوع كرة القدم وننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع كرة البرنامج عالم كرة المرأة. سيداتي أسادتي، سيداتي أسادتي، في برنامج كرة المرأة النهاردة أنا إندي يا محس إندي حسني سيداتي يعني سيداتي، وننتقل إلى عالم آخر وعالم ننتقل إلى عالم آخر وهو عالم المرأة. أمعاء بيبي الأول، أمعاء بيبي الأول ما زالت كائنة في صندوقه. إيه ده يا محسن؟ مين دول؟ مين دول يا محسن؟ أمعاء بيبي الأول ما زالت خش تحت هنا. أمعاء بيبي الأول ما زالت كائنة في صندوق عشائي بالهرم وقتا. تروح فين؟ وتم القبض اليوم على المتهم جورج سيدو، المتهم جورج سيدو في حادثة ناس وأمعاء بيبي الأول. مين دول يا محسن؟ مين دول؟ وسيدان ده من سيد سم. هلب هلب هكذا سيدات أنسة سادتي ينتهي تعليق البرنامج على الأخبار الرياضية، ويا واحدة بقى خليكم ما تنقلوش، انتوا مش حجموا البار ولا ايه؟ يا ليه انتوا النهاردة؟ عمل عمل ايه يا ست هانم؟ عمله اسود ومهبب على دماغه، ده طلع مفتح اكتر مني ومنك ومنه. ده كلام فارغ، انت كذاب وقليل الادب لانك دايما بتغير منه. انا كذاب وقليل الادب؟ ايوه لانك بتغير منه. وادري بنيتي الاهل احسن الف مره. ست هانم ده انا مفتح مش اعمى، ده انا مفتح قوي. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا عباد؟ انت تهبشت في مخك؟ انا برضه تهبشت في مخي يا خالي. بقول لكم الاعمى طلع مفتح، اتفرجوا عليه الساعة 7 في التلفزيون. لو كان كلام التور ده صحيح ابقى طلعت حمارة وستين حمارة كمان. هو ده كلامه حد يصدقه؟ ده مخه طائر، اذا كان لبس السحلية حطها على دماغه وهو خارج. العملاني مخرجة قال هيتشكوك رعب سسبنس. يا شيخ روحي اتعلمي تعملي مفتقه ولا حتى عصيده. اضحكوا اضحكوا على ايه؟ بدل ما تضحكوا اعملوا حاجه. وعايزنا نعمل لك ايه؟ اعملوا معروف شوفوا لي حل يا ناس. يا ناس ده حرام، يا ناس ده حرام، يا ناس ده حرام. هدى هدى هدى، أنا وقعت من السما يا هدى. قول لي يا حمدي وخليك صريح معايا. نعم. أنت بتحبها؟ بحبها، ده أنا بعبدها، ده أنا مستعدة أتمرق في التراب اللي تحت رجليها. هدى هدى هدى. طب أنا جات لي فكرة. إيه؟
سيب الحكاية دي علي أنا. هدى هدى حبيبتي روحي، أنا مش عارف أشكرك إزاي، مش عارف أشكرك إزاي. نعم نعم، تستهبل علي أنا كمان. يا بنتي لسه نص ساعة على البرنامج، استريحي لك شوية. الأنسة فاتن موجودة؟ أيوة فندم موجودة، اتفضلي. الأنسة فاتن؟ أيوة أنا هدى تيمور رسامة وزميلة حمدي. أنا آسفة إني جيت لك كده من غير ميعاد. لا أبداً أهلاً وسهلاً. تسمحي لي بعشر دقايق من وقتك؟ أوي أوي اتفضلي. خالي دكتور شعبان. أهلاً وسهلاً. هدى تيمور أهلاً. اتفضلي. أحب أكد لكم إن نيته كانت سليمة خالص، ولو غلط وكذب عليكم صدقيني قصده كان شريف. صدقيني يا أنسة هدى، اللعبة اللي لعبها زميلك الأستاذ حمدي ده على فاتن بنت أختي لعبة ما يرسمهاش إلا شيطان مش رسام زيه. حمدي يا دكتور عمره ما لعب بحد، ولما هتعرفه هتشوفه إن إنسان طيب جدا ومستقيم وقلبه أبيض. لكن إيه سبب تصرفه الغريب ده؟ عشان حبك من اول نظره. فاتن اديله فرصه تانية، حمدي محتاج لك، ده بيعبدك عباده. سامحي ده فنان وانت عارفه الفنانين. ولكل فنان هفه. انا موافقه بس ليا شروط. شروط؟ انا موافقه على كل حاجه بس ترجعوا لبعض. ايوه هدى، ها طمنيني عملت ايه؟ ايوه يا حمدي زقطت وفرفش ولا يهمك كله كويس. ابدا ما عرفتش حاجه خالص، وكمان التلفزيون بتاعها عطلان وطبعا مش هتشوفك. لا دي في المطبخ مشغوله. طبعا لا، بس اسمع يا حمدي في مفاجاه علشانك. فاتن عزمانه كلنا عندها الليله دي على عيد ميلادها. ايوه وهنيجي ناخدكم بعد شويه. بس اسمع ما تنساش تلبس النضاره السوداء وتعمل عمايلك اياها. باي باي بقى. برافو يا هدى. يا خالي من فضلك دقيقه واحده. نعم. هدى وافقت على كل شروطي. وايه هي شروطي دي؟ انت عارف ان حمدي كذب عليا فلازم ارد له الكذبه دي. طب وناويه تعملي ايه؟ شوف يا خالي حضرتك دكتور عيون وانا عايزه منك خدمه، ممكن يا خالي؟ والله كل حاجه ممكن عشان خاطر عيوني. ميرسي يا خالي. خلاص ما دام انت مصممه على كده لازم نلم الشله كلها وسيب الحكايه دي عليا. قبل ما نمشي بقى نحط الحمدي ده على العينين؟ مش وقته يا هدى، يعني هي عينيا طارت ما هي موجوده. مش معقول يا حمدي تهمل العلاج. ايوه ما انا مسافر اوروبا ولو تسمح تميل راسك لورا. ايه يا هدى ده انت جننتي. ما تخافش دي قطرة عادية عشان نفكها قدام فاتن. مفيش داعي يا هدى للقطرة دي، مفيش داعي. هو مش عاوز يحط ولا ايه القطرة يا هدى؟ لا ابدا لا ابدا ابدا. اجي احطها لك انا؟ لا 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 خلاص بالارض اهو 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 اه 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 اه
فين؟ قدام شكورين. يا سلام، انت متأكدة؟ طبعا. هما نقلوا شكورين في حتة مقطوعة. انا عايزة اشتري لك لوازم السفر. بس انا ما جبتش معايا فلوس. ولا يهمك، انا هسلفك. انا ما بحبش السلف. خش بقى ما تتعبش قلبي. ربنا يستر. يا ساتر يا ساتر يا اهل الله. اتفضل. انا مش سامع صوت حد. هو مال شكوريل النهارده فاضي ليه؟ اصله اخر شهر بقى ومفيش زباين. يلا على جوه. على فين؟ عند ريون القمصان. بس انا بفصل، ما بشتريش جاهز. يا استاذ من فضلك. ايوه. قسه نص دستة قمصان مقاس 43. حاضر، اتفضل. يا انسه فاتن، مفيش داعي يعني الحاجات. يلا يلا. اتفضل اتفضل. يا هتجد مالك عشان بيه يعني من فضلك. لا والله ده احنا عندنا ليه دعوه؟ اولا هات العصايه دي، ولو سمحت اقلع البلطو والنضاره. نضاره ايه؟ انا جاي اشيل قمصان، مش كده يا فاتن؟ يا فاتن! لا، انا هعمل لك كشف مبدئي عشان يساعدك على العلاج في اوروبا. هو سيادتك بتاع قمصان ولا طبيب عيون؟ من ده على ده. بس الاول هكشف على عينيك، وان لازم لك عمليه سريعه هعملها لك. متهيألي ملوش لزوم، بس لو سمحت انت هات القمصان وبسرعه. يا فاتن! أنا بس عايز أقول حاجة يا دكتور. اتفضل. بصراحة كده أنا مش أعمى. يا ابني ما كلكم بتقولوا كده. والله أنا بشوف، وتربة أمي بشوف. أنت هتتعب قلبي ليه؟ أنا ماليش خلق. الله، إيه ده؟ أنا مش أعمى. ما تثبت أمال. أنا بشوف والله. أهو أنتوا قدامي أهو، حتى التلحي ده هو السواق بتاعكم. انت هتقلع النضاره وتفتح عينيك، ولا اطلعهم بره واشتغل فيهم على مهلي؟ ولا اطلعهم ولا حاجه اهم. ايه، لقيت حاجه؟ لا بسيطه. مش بقول لك سيبني بقى، ربنا يديك الصحه. عينك اليمين فيها انفكاك في الفيزيون الكوني. كوني؟ والعين الشمال فيها سحابة اسطنبولي. اسطنبولي؟ أنا هجيب لك كام شبكة تختار منهم اللي يعجبك. يا سلام. والسحابة دي هشيلها لك بمية النار. بمية النار؟ أبو ليز! أبو ليز! يا فاتن! الراجل ده مجنون وهيعملي بجد! طيب خليها تديله الحقنة. أوعى! والله أي 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 والله العظيم أي لو راجل يطلع لي بره. اطلعني بره. يا دراعي يامبا، يا دراعي يا ولاد الترمه. يا اخ يامبا. هات ابتدى يفوق من البنك. اسمها ايه؟ اسمها
سيادة القاضي الصالح رسبوطي احضروا المتهم هنا. استعد للحساب يا ابن آدم يا لئيم. والله ما تكلف نفسك، خلي الحساب كله عندي. هو الحساب كام؟ مالكم؟ أنا غلطت في حاجة؟ وفر كلامك وخلي لسانك متدف ببعض، مش عاوزين كلام. درافولا اتكلم. تهمته الخداع والكذب والخيانة العظمى، لعب بعواطف بنت سكة اسمها فاتن، مصون دمه. والله العظيم بريء، ده انا اتمنى انها تسامحني. اخرس يا كلب. فرانكنشتاين اتكلم. مزور خطير مثل عليها اعمى طريق. اعمل ايه؟ بحبها بحبها، ما كانش فيه طريقة تانية غير كده يا حاج. ولحظة تانية حضرات المستشارين، نسب لنسب لحفرتك مش بتاعته وخدت الجايزة العالمية. ابدا والله يا سعادة البيت، ادي ايدك ابوسها وتربة امك، اللوحة دي بتاعتي وانا اللي لخبطتها وشخبطتها بمعرفتي. حصل ولا لا يا ابو اردان؟ حصل يا سيادة الرئيس. إذن ابقى مدان ولازم تتحاسب وتهان أقصى عقوبة وأكبر هوان. طب تسمحولي أجيب المحامي بتاعي؟ آه يا ابني المجنونة، عاجبك كده يا أستاذ؟ ما تنفذش نفسك هيصحلك عيال. ممنوع دخول آدمي هنا، اختار لك محامي من عندنا. يا متر يا متر، انا المحامي بتاعي الاستاذ درويش الحنفي. لا ترمطوح من الارواح اللي عندنا. اي روح يعني؟ اي روح تطلبها نجيبها لك. طب انا عايز روح المجني عليه. شوكو بوكو دخلوا الارواح. فاتن فاتن، الحمد لله انك جيتي. قولي لهم على الحقيقه عشان يسيبوني. الحقيقه انك غشاش وخاين، خدعتني خلتني احبك. ما انا كمان بحبك. كذاب اناني ما تستاهلش حناني. انا مش مصدق وداني فاتن، والله بحبك، صدقيني بحبك. كذاب. اعملي معروف، دول هيعذبوني وياكلوني، ما اعرفش دول طلعولي منين. انت مت وبتدفع الحساب وتستاهل كده. اخص عليكي وهون عليكي، والله العظيم كنت هقولك على الحقيقة، بس كنت مستني الفرصة. مستني الفرصة ولا الجايزة؟ والله العظيم ابدا. كذاب كذاب، والله العظيم كذاب. والله العظيم انا كنت عايز اتجوزك عشان بحبك. صحيح يا حمدي يا حبيبي، انا ظلمتك وقلت عليك خاين وغشاش، سامحني. يا خسارة، بعد ما مت وحدخل جهنم كمان. صحيح ده دلوقتي ميت. طب ما عطلكش بقى يا حبيبي، خدوه وعذبوه زي ما عذبني، وعلقوه من لسانه وسلقوه زي ما سلق قلبي. فاتن فاتن، هي راحت فين؟ خدوه وفي الميه السخنه اسلقوه وطلعوه وقلوه، وبعدين هاتوه هنا نكلوه. فاتن فاتن، الحقيقه يا فاتن حرام عليك هيموتوني. هتموت ما انت ميت يا كتكوت.
تطلع بينا يا قصد عشان نلحق طيارة أسوان. كويسة. يا سواق الطيارة، اه، ما انت سامعني؟